مش عارف مين الصحيح اتحطت على الغلاف من بره. ده الفرق بيننا وبين بره. موضوع الحمايه بقى. الحمايه حاجتين، حمايه افكارنا احنا، حمايه افكارنا دي هنتكلم عنها برضو المهندسه انجي. اما حمايه للمخترعين نفسهم اشخاصهم. في مخترعين بيتعرضوا بيجيلهم تهديدات، انا واحد من الناس دي. انا عن نفسي اتعرضت لثلاث مخالفات خطر. عادي يعني يكون في حاجه، يعني يكون في حاجه تضمن حمايه المخترعين وحمايه افكارهم وحمايه شخصهم نفسه من اي تهديد خارجي. يعني اذا ما كناش قادرين نحمي مخترعينا هنحمي مين؟ اذا ما كنتش قادر انت تحمي عقلك، انا من غير عقل ما كنتش هعرف ان في منطقه النهارده، مش عارف ان في صلاه، ما اعرفش ايه الفرق بينه وبين الحيوان العقل. اذا ما كنتش هقدر احمي ده، ما كانش في ماده في القانون تضمن لنا ده، ربنا يسامحك. اسف للضغط. شكرا.